بلد بنات عليها صوت السيسي وتحيا تحيا مصر، وهي تحيا مصر وتحيا مصر غصب عني ده قلب قطر قال السيسي قلب قطر قال السيسي وفي قلب قطر تحيا مصر. ربنا هو فاكر ايه فاكر؟ هو فاكر ايه مفيش مشكله؟ رايحين بلد شاطرين سافرنا السعوديه عندنا مع الولاد على الصور وصلنا ايه؟ تمام؟ نسيت 2-1 الجمهور هناك حياني عشان جمهور محترم بلد محترمه يعني زي ما اسمه تخلق اخبار بعد كده ايه؟ الخط وما بدلش قطع على قوسين برضه من قرات القطر كان طبعا على الولد السوداني عايز اقول للجماهير احترامي انتوا شفتوا زي ما تعرفوني ثلاث اربع شهور ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن التحرك اوريكم مين كان يبعت لنا عشان يشتي في بقى شنو السعوديه من عندكم الحكم لا عايز عشان مصر تعرف ان الجنيه كانوا مشكله والهاشتاج اللي بيتعمل ومين بيدخل عليه والواحد اللي يخلوا 15 واحد عشان يبقى عدد كبير اللي شاف صفحه القياده كان بيبقى صفحه اتحاد القدر التي ادلى بها رئيس نادي برج الهلال يقول قال مصري ده زواج الراجل محمد منصور تمثيل عبد السديدي انور عبد الله صفحه عبد الله الحكومي ده عبد العزيز والتشهير اولا بشكر استاذنا بريده على الجول لان الوقت سابس معاه في نفس الطياره. اتمنى الصبح تحت المنتظر والمهندس امين. المهندس سيد مشكور ضبط معاه مورد سريع كده مع رئيس الاتحاد وبعض اعضاء اللجنه التنفيذيه. حتى عرضوا هناك فرقه وعرضوا البلد الانجليزي والفرنساوي والعربي. وشافوا المستندات كان كلامهم واضح وكلامنا احنا اول طب كلامهم من اول حد فيك قال تعهد كتابي ان الحكومه القطريه والاتحاد القطري اللي عامل كده بيان نزلوا يا ابني نزل بيان بتاع القطري ورفع عليه قضيه يعني تعال عادي شعب مصر كله وعادي رئيس النادي طب احنا نروح ازاي؟ رقم واحد تعاون كتابي بالاتحاد القطري والحكومه القطريه بضمان سلام سلامه اللعيبه الاهم عندي الحكومه. رقم اثنين القبض على بوسنيل ضابط المخابرات القطري زي ما حصل في السودان. طب السودان ده راجل متعصب قال كلمتين ده التاني عندنا صور هنا يا ابني هو ماسك مدفع رشاش يبقى تعالوا كتاب الحكومه القطريه للحفاظ على حياه اللي بيحصل للسفره وامنهم وحريتهم اللي ممكن يحبسوه اثنين القبض على مسلمين القبض على المخابرات القطري ومحاكمه ثلاثة بقى من عندنا احنا وقفت الحكومة المصرية على السياسة. حصل ده؟ أنا رأيي حتى لو حصل ما نسافرش. لكن لو الناس شايفة بقى الدولة شايفة يسافروا يبقى قضية دولة. أنا شرحتها بالتفصيل مصر كلها والعالم العربي وفي قنوات أجنبية هي دي قطر. إذا تستضيف كأس العالم بالرشاد اللي جايبه ضباط اتراك يحكموا البلد جوه اللي عندها قاعده محتمله اللي بيتكلم عن جيش بلد انت عندك قاعده العينين وقناه السينيه دي او السينيه